من زمان من وانا صغير جدا ما كانش فيه انترنت، ما كانش فيه يوتيوب، ما كانش فيه السوشيال ميديا، ما كانش فيه كل الحاجات اللي موجوده دلوقتي اللي تقدر تشوف فيها حاجه او تسمع فيها الحاجات. فكنا بنعتمد بشكل كبير على الراديو وعلى التلفزيون. الراديو بالنسبه لي من وانا صغير كان مبهر جدا، اللي هو كنت بسمع المسلسلات بتاعه الراديو والحاجات القديمه، الحاجات اللي هي حتى ما بيسمعهاش حد صغير، يعني الكلام ده في اعدادي مثلا، مش بسمع الاغاني، مش بسمع الحاجات دي كلها، كنت مركز في حاجه المسلسلات دي بتتعمل ازاي. روايات عالميه كانت بتتعمل، كانت بتعمل مسلسلات الف ليله وليله، بس كان كل الحاجه المهمه اللي فيها بالنسبه لي او اكتر حاجه ابهرتني هي الساوند افكتس اللي موجوده، ازاي المؤثرات دي بتخلي الشخص يشوف حاجه هو طالع من سماعه راديو او طالع من راديو صغير في البيت. ده بالنسبه لي كان حاجه مبهره، وعايز اعرف الراجل اللي بيعمل كده بيعمل كده ازاي، ازاي خلاني اشوف ميه، ازاي خلاني اشوف السماء، ازاي خلاني اشوف اي حاجه من دول. بعد كده بشويه قررت ان انا لازم اعرف دي بتتعمل ازاي. هشرح لكم دي دلوقتي بكذا حاجه هتبين اللي انا بقوله اكتر. اللي سمعناه ده صوت موج بحر. مش هتشوف حاجه كتيره من موج البحر اكتر من ثلاث حاجات، السماء والبحر والرمل، لان هو ده صوت موج بحر بس، مفيهوش اي حاجه تاني، مش مديك اي حاجه تاني تشوف بيها شكل مختلف. فدي اقرب حاجه المفروض انتوا شفتوها دلوقتي. ده بحر مجرد، ما فيهوش ناس، ما فيهوش شكل، ملوش اي حاجه معينه، ما تعرفش هو فين، ما تعرفش موجود فين، ما تعرفش اي حاجه، لان كل ده مش موجود في الصوت اللي انت سمعته. بس لو عايزين نغير المكان بصوت برضه، ممكن نغير المكان ده شويه ازاي؟ اللي حصل دلوقتي ان احنا شفنا حاجه زياده عن البحر، صوت البحر موجود بس في صوت طيور، ولما حطينا صوت الطيور معظم الناس ما بتشوفش الطيور نفسها، هي بتشوف الشجر، لان هما الاثنين مربوطين ببعض بشكل كبير. فانت بالنسبه لك شايف بحر وسامع صوت طيور، فهنشوف حاجه زي كده. دي اقرب حاجه شفناها، لان انا تخيلت خلاص البحر موجود، اوكي انا عارف من الصوت اللي موجود، والطيور والشجر دي برضو حاجه موجوده، وكل ده احنا بنعملها اوتوماتيكلي واحنا مش عارفين انها بتتعمل. يعني مش انا بقعد اقرر ايه ده انا سامع صوت طيور فخلاص انا شفت شجر، او سامع صوت كذا شفت كذا، لا، هو المخ بيعمل دي اوتوماتيكلي، لان ده ليه ريفرنس هو من اللي عنده قبل كده، ان انا رابط الصوت ده بالصوت ده بالصوت ده، برسم الشكل ده في دماغي. لو عايزين برضو نغير المكان بصوت سريع، كل ده تغيير بسيط في الصوت، صوت البحر ثابت وبنغير بس مكانه بيروح فين. دلوقتي الموضوع اختلف شويه، كل البحر الفاضي او البحر اللي عليه شجر او جزيره او ايا كان الحاجات دي كلها اختفت من دماغي، وشفت بلاج عادي، ناس اطفال بتضحك وناس موجوده على البلاج وناس بتصيف وشمسيات وكل حاجه. فده اقرب حاجه شفناها. ده كله حصل لمجرد ان في دوشه بتاعت ناس، الدوشه دي مش باين فيها كلام حد شخص،
مش باين اللغه اللي بتكلمه بيها، اذا بيتكلم العربي بيتكلم الانجليزي بيتكلم باي لغه تانية. فانت متخيل اوكي بلاج عليه زحمه، كل واحد بيتخيله لاقرب حاجه ليه. الناس اللي بتصيف في الساحل هتشوف الساحل، الناس اللي بتروح سخنه هتشوف السخنه، الناس اللي بتسافر بره هتشوف الشط ده في بلد بره. بس كل ده ما فيهوش مكان معين، ستيل هو البحر ما حددش انهي بلد انهي شط. كل ده مش موجود في الصوت، لان هو الصوت مجرد من كل المعلومه اللي فيها المكان. هنزود حاجه ممكن تودينا مكان معين هنسمعها ونشوف ممكن دي تبقى فين. في العادي هنتخيل ده شط في اليونان عشان المزيكا موجودة، وعشان ده دي مزيكا جريك ميوزك فهي دي الموجودة في اليونان. بس بما ان احنا عندنا في مصر في حاجة في دماغنا اقوى من شكل اليونان ده، فاعتقد ان معظم الناس اللي هنا شافت الشكل ده. حزلقون بالنسبه لنا اقوى من اليونان واقوى من المزيكا واقوى من كل حاجه، لان هو السين ده اما كان في الفيلم كل الناس بالنسبه لها ده من اهم المشاهد اللي موجوده في الفيلم. فخلاص احنا مربوطين، المزيكا الجريك ميوزك دي مربوطه بحزلقون وهو نازل على البحر وهما بيضحكوا عليه وقالوا له انت في المكان الفلاني وهو مش في المكان ده. فكلنا حتى شايفين وهو واقف بيبص والناس بتجري والست اللي قاعده بتاكل محشي وشايفين كل حاجه. هي دي قوه الصوت. الصوت بيتريجر حاجه في دماغك، الاقرب حاجه موجوده عندك انت اللي بتعملها مش انا اللي بعملها. انا حطيت المزيكا انت اللي شايف ده. انا بشتغل في الراديو دلوقتي بقالي 13 سنه، ومن اول ما ابتديت لحد دلوقتي الصوت بالنسبه لي حاجه مهمه جدا. مش الصوت ان احنا نشغل مزيكا او الصوت ان في برامج او ايا كان الصوت، لا، بس فكره الصوت نفسه بيحرك ايه في الشخص. لان الحياه حوالينا هي اكتر حاجه بن اكسبيرينس بيها الحياه او بنشوف بيها الحياه هي الصوت. يعني لو انت ماشي في الشارع سامع صوت ميكروباص واحد بيقول رمسيس رمسيس، اوكي انا مش محتاج ابص عشان اشوف ان في ميكروباص ماشي، في واحد طالع نصه طالع من الباب او من الشباك عمال ينادي على الناس. لو في صوت كلاكس مقطوره عالي جدا انت ماشي على الدائري في كلاكس مقطوره عالي جدا، فاوكي انا اوتوماتيكلي شايف المقطوره جاي ورايا. بس ساعات ببص الاقي تاكسي ابيض واحد حاطط الكلاكس ده بيغلس بيه على الناس، بس انا للحظة شفت المقطورة قبل ما بص اشوف الحاجة الحقيقية ايه. اكزامبل برضو بعد كده، لو انت ماشي وسامع صوت شكمان بتاع موتوسيكل هارلي ولا حاجة وصوت عالي، اوكي انا هبص بقى اشوف شخص لابس الخوذة ولابس الجاكيت اسود وموتوسيكل اتفرج على شكله، وبعد كده تبص تلاقي عربية 127 الشكمان بتاعها مكسور والسمكري واخدها يصلحها. انت بالنسبة لك بتخض مع ان مفيش اي حاجة توريك ان ده صوت الموتوسيكل اللي انت شايفه، بس هو ده اقرب حاجه ليا، اقرب من الشكمان واقرب من اي حاجه. هي دي القوه اللي بتخليك تشوف الحاجات دي. الراديو قوي عشان كده، عشان بيستخدم الصوت، والصوت ده انت اللي بتبنيه مش انا اللي ببنيه. يعني انا ما بديك الاكزامبل ده بعتمد ان على خيال الشخص ان هو اللي هيملى الحاجه دي باقرب حاجه ليه. عشان كده الحاجات دي بتبقى من انجح الحاجات اللي موجوده، لان انت اللي بتعملها، انت اللي بتكرييت السين، انت اللي بتكرييت الشكل. وده مهم لان دي بصمتك انت في الصوت، او بصمتك انت في الحاجه اللي انت بتستقبلها. انت مش بتستقبل بس، اوكي انا بستقبل الحاجه دي وازود عليها حاجه كمان من عندي بتخليها بتاعتي. كل الناس بتحب ان هي تكستمايز حاجتها، يعني بخلي الحاجه دي شخصيه. الشخص اللي بيشتري تليفون اول ما بيجيبه بيغير الرينج تون بتاعه التليفون، وبيغير الوول بيبر بتاع التليفون، ويغير مكان الايكونز، يحط الكاميرا مش عارف فين، بيحط ايه فين. اللي بيأجر شقه بيخش يدهن الحيطه دي لمجرد التغيير. اللي بيشتغل في مكان المكان كله فيه كيوبيكل بتاعت شغل، بيخش يحط حاجه على المكان هنا، بيلزق حاجه على الازاز، بيلزق اي، بيخلي المكان ده ملكه هو مش ملك حد تاني. وهي دي رساله الراديو
او هي دي الاوديو اللي في الراديو او قوته موجوده في دي، لان انت اللي بتعمل ده مش حد تاني. الراديو مجرد، خلينا نقول ابستراكت شويه، او حاجه مجرده. مجرده بمعنى انا بديك حاجه صغيره، الحاجه الصغيره دي انت اللي بتبنيها. انا بقلل كل حاجه اقدر اشرحها للشخص، عشان كل ما بقلل الحاجه دي بديله هو القوه ان هو اللي يعملها، بدل ما اعملها له انا وابوظها. عندنا اكزامبل يشرح دي اكتر في مسلسل عندنا في الراديو بقاله 13 سنه. المسلسل ده اسمه طنط دولت. المسلسل ده بطوله اثنين مذيعين، يوسف الحسيني وكريم الحميدي، كل واحد عامل شخصيتين في المسلسل. المسلسل ده بقاله 13 سنه. في الفتره اللي فاتت دي عمرنا ما قلنا شكل ولا شخصيه من الاربعه. عمرنا ما قلنا المعلم ده طويل او قصير، تخين او رفيع، اصلع او بشعر طويل، بيلبس عادي ولا بيلبس جلابيه، دي ما قلناهاش. ما قلناش حتى يعني بنحاول نقول ساكنين فين لما بنعوز نحركهم بس، او بيبقى عندنا سبب ان احنا نحركهم. نفس الحكايه في الثلاث شخصيات الاساسيه التانيين، مفيش اي حاجه. دوله مش معروف محجبه او بشعرها، مش معروف تخينه او قصيره. نفس الحاجه في سعديه، ونفس الحاجه في سوكا اللي هو الشخصيه الرابعه. ده برضو مهم، لان في طول الفتره اللي فاتت الناس هي اللي متخيله ده. الناس هي اللي كل واحد عنده شخصيه دوله دي في حياته، الست اللي هي الكبيره اللي ما بتسمعش لحد وعلى ولسانها طويل وعلى طول بتشتم الناس، والشخصيه الثانيه اللي هي الشغاله بتاعتها اللي في علاقتهم بقت اصحاب اكتر من واحده شغاله عند واحده ثانيه. كل شخص لو اديته تفاصيل اكتر من كده هقلل عليه الحته اللي هو بيعملها، اللي هي حته ان انا اخلق الشخصيه. مش بس قوة الأوديو في دي، قوة الأوديو إن هو بيفهمنا حاجات تانية كتير. يعني ممكن تبقى سامع حوار ما بين اتنين، أنا مش فاهم أي حاجة من الحوار ده غير لما هسمع صوت معين يبين لي أوكي، ممكن يخليني أشوف الصورة. هنسمع الحوار اللي جاي. ثانية، ركزي معايا كويس. أنا هضرب نار على كل الحراس اللي واقفين بره، وأنت هتنزلي على السلك ده، بس خلي بالك لحسن رجلك تتجلط. ما تخافش عليا يا معلم، انا عامله حسابي، لابسه الجوينتي والبوتلس وده براقب طويله. يلا لو عاوزتي تكلميني في اي وقت تدوسي على الزرار ده هسمعك. خلي بالك من نفسك يا سوسو. انا هبدا انزل اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. بسم الله توكلنا على الله. اللي سمعناه ده حوار ما بين المعلم وسعديه، في كذا حاجه احنا مش فاهمين هم فين، هم بيعملوا ايه، ومش فاهمين بيزعقوا ليه، مش فاهمين زرار ايه اللي هتدوس عليه، ولا سلك ايه اللي نازل عليه. ليه كل ده مش موجود؟ ده اول حوار بيتسجل. حوار ما بيتسجل كده عشان افهم ايه الحوار ده بيتكلموا كده ليه، وليه بيزعقوا، وليه بيعملوا كده. بحاول اقلل الساوند افكتس على قد ما اقدر، فهنحط ساوند افكت واحد ونشوف ممكن يفهمنا حاجه من السين ده، او نشوف بيه حاجه ولا لا. ثانيه، ركزي معايا كويس. انا هضرب نار على كل الحراس اللي واقفين بره، وانت هتنزلي على السلك ده، بس خلي بالك لحسن رجلك تتكلم. ما تخافش عليا يا معلم، انا عامله حسابي، لابسه الجوينتي والبوتلس وده براقب طويله. يلا لو عاوزتي تكلميني في اي وقت تدوسي على الزرار ده هسمعك. خلي بالك من نفسك يا سوسو. انا هبدا انزل اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. بسم الله توكلنا على الله. اوكي، صوت واحد، صوت طياره هليكوبتر، خلانا شفنا حاجات كتير ما كناش شايفينها. عرفنا هم بيزعقوا ليه، شفنا ايه الزرار اللي هو ممكن يكون زرار الاتصال او زرار السماعه اللي في الهليكوبتر، وشفنا السلك اللي نازله عليه سعديه، وتخيلنا حتى شكلها وهي نازله، حتى لو هو ده مش موجود في الصوت لان قالت ان هي هتنزل، وشفنا المعلم وهو بينط، وشفنا كل الحاجات دي. كل ده لما اجي اوريه للشخص المستمع او المتلقي لازم اقلل اي حاجه. عشان كده حطيت الهليكوبتر، ما حطيتش اي حاجه تانيه. المخ هو اللي بنى الصورة دي كلها بشكل هليكوبتر اللي أنا شايفه. واحد خيالها سودة، واحد خيالها هليكوبتر بتاعة الجيش اللي هي المموهة، حد تاني تخيلها صغيرة، تخيلها الهليكوبتر كبيرة. كل ده قوة الشخص المتلقي. دي برضو كويسة، عملتنا تحديات
واحنا ما حاولنا نحول المسلسل ده لحاجة كرتون ان هي تبقى مرسومة. يعني جبنا شخص ارتست فنان قلنا له ارسم الشخصيتين دول، انت متخيل شكلهم عامل ازاي؟ هنشوف المحاولات اللي اتعملت للشخصيتين دول. دول ده تصور لشخصية سعدية اللي هي كانت بتتكلم. ناس كتير ممكن تكون هي اللي على اليمين او ممكن تكون هي اللي على الشمال، بس ناس كتير لا دي مش ولا دي ولا واحدة من دول. انا تخيلت سعدية دي بشخصية عندي في حياتي اللي انا عارفها او اقرب لواحدة، واحدة جارتنا، واحدة بتشتغل في بيت حد معين، واحدة بتشتغل في مكان معين، كل ده انا تخيلته. فما قلنا الارتست ارسم دول، خياله هو محدود اقل من خيال كل المستمعين دول او كل المتلقيين للحاجة. اما قلنا لهم برضو ارسم المعلم، طلع لنا الاشكال دي، ده شكل المعلم بالنسبة للفنان اللي رسم الحاجة دي، اللي هو اوكي مش لابس جلابية، هو رفيع مش تخين، بس اللي على الشمال لابس كاجوال شوية، اللي على اليمين لابس اللي هو لابس كرافتة ولابس بليزر، بس لابس برضو الطاقية بتاعت الفلاحي دي اللي هما بيحبوا يلبسوها. فدي حددت الشكل او شكل الشخصيتين بالنسبة لنا وبالنسبة للناس. فقررنا لا مش هنقدر نعمل كده، لان دي هتقلل من الخيال بتاع المستمع او الشخص اللي بيحب المسلسل ده وبيسمعه بقاله 13 سنة. هي دي قوة الراديو. راديو قوي، والراديو هيفضل عايش من زمان لحد دلوقتي، حتى مع الحاجات اللي موجودة اللي هي الاون ديماند والسوشيال ميديا ويوتيوب وساوند كلاود وكل الحاجات الاوديو اللي موجودة. الراديو هيفضل قوي لان هو الوحيد اللي فيه الجزء الخيال ده، هو الوحيد اللي بيتريجر الشخص يخليه يفكر ويشوف الحاجات دي كلها. والراديو عمره ما هيموت طول ما الناس بتتخيل الحاجات دي. شكراً.